بدأ الطلاب اليوم بالتوافد إلى مراكز الامتحانات للتقدم لامتحانات شهادة التعليم الأساسي والثانوي بأفرعها في مدينة إدلب. تقدم في هذه المنطقة ما يقارب 28,000 طالب لشهادة التعليم الأساسي و 21,000 طالب لشهادة التعليم الثانوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين عندكم من جوا؟ والله عندي بنت جوا عم تقدم فحص. هلا بنتك عم تقدم وانت هون عم تنتظرها، مين عم يقدم فحص انت ولا والله هي؟ انا ما هي، لانه انا متوتر اكثر من جوا. احكي لنا عن اوقات الدراسه اللي كانت السنه اللي مضيتوها لحتى وصلتوا لهي اللحظه، فينا نقول الحاسمه بتاريخ اي اب مع اولاده. والله نحن اقول لك، اول شيء نحن مهجرين من سراقي معنا من هون، فاول ما نزحنا يعني اول سنه ما خليت الدروس. ثاني سنة دخلت التاسع فورا، نقلت من التاسع على البكالوريا فورا، 10-11 ما درست، فهذا الشيء يعني بيأثر كثير وتعبت عليها كثير هاي السنة وهي تعبت كثير. فهلق اليوم يعني عندينا على الامتحان يعني دخلت وردت طلعت لعندي، يعني طلعت خايفة كثير ومتوترة كثير، فأنا وترتني بزيادة عم طلعت، فحكيت مع إنه هدي لا تتوتري لا تخافي، كل البنات عم بيقدموا، يعني أنت عملت اللي عليكي وأنا عملت اللي علي والباقي على الله. يعني وتعبنا كثير انا وهي تعبنا كثير. هلا طبيعي اي طالب بده يفوت على وخاصه اول يوم اجباري بده يكون في توتر، وخاصه نحن اول يوم فحص. ان شاء الله بتكون من الناجحات ومن المتفوقات، وان شاء الله بتكون تكملتها في سراق ان شاء الله باذن واحد احد ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. بدايه كيف شفت الفحص والاسئله؟ والله الفحص ممتاز الحمد لله، والاسئله مستواها بين الوسط والسهل يعني الحمد لله. يعني لقيتها مناسبه شامله ولا كيف؟ مناسبه وشامله ومراعي لجميع الفروقات الفرديه ومراعي للظروف اللي عدينا فيها. طيب تمام، اجواء الامتحانات كيف شفتها؟ كيف مرت عليكم؟ والله اجواء هذه الحمد لله المراقبين ومدير المركز والاساتذه كلياتهم عملوا لنا جو هادي وكويس يعني الحمد لله. اليوم انتم كطلاب علمي الاسئله فيزياء تمام؟ هي اسئله علميه. من خلال دراستك طوال العام اليوم فينا نقول اجى وقت الحصاد. الأسئلة لقيتها متنوعة شاملة ولا في شيء محذوف كان ولا اجاكم؟ شو هي الأسئلة؟ شاملة لكل وحدات الكتاب، ما في ولا وحدة ما جاي منها أسئلة، يعني مستحيل كل الوحدات جاي منها أسئلة، يعني شملت من أصغر وحدة لأكبر وحدة. تنوعت بين نظري وعلمي أكيد أكيد، النظري شامل لكل شيء والعملي شامل لكل شيء. الله يعطيك العافيه وان شاء الله بالنجاح والتفوق ان شاء الله للجميع. كيف لقيت الاسئله اليوم؟ والله الاسئله فيها صعوبه فيها سهله يعني تقريبا حسب النقشات، فيها نقشات يعني يعني برايك مستواها كيف؟ مستواها يعني بين الصعبه وبين الجيده يعني، ولكن اغلبيه صعبه. طيب الوقت محدد لليوم مادتكم فيزياء، الوقت 3 ساعات، الاسئله كافي انه الوقت الى يعني؟ لا كافي ممتاز الحمد لله تمام. شلون فحصك اليوم؟ مقبول الحمد لله رب العالمين. أسئلة يعني ممتازة، ما هي ممتازة كتير يعني فيها شوية نقشات يعني شلون؟ مقبولة من هون لهون مقبولة. السلام. اليوم أول مادة قدمتوها كفرع أدبي فلسفي، كيف شفت الأسئلة؟ الأسئلة سهلة وشاملة للكتاب، أو طبعا كانت على الطالب المجتهد سهلة ويعني من سهلة للصعبة هيك شيء. كيف أنت شفتها؟ الأسئلة سهلة طبعا لأني دارس. فينا نقول أنتم مريتوا بفترة تأجيل امتحان بسبب الزلزال، هذا الشيء أو فترة الزلزال أثرت عليكم كطلاب بموضوع الدراسي؟ لا طبعا بالنسبة للفترة هي أثرت علينا طبعا على معلوماتنا كجو عائلي تهجير وعرف شلون، ففترة التأخير اللي قدمت لنا إياها التربية أعادت لنا المعلومات بشكل كبير واجتهدنا على الحفظ والحمد لله توفقنا. الحمد لله. شلون شفت الأسئلة اليوم؟ والله شفت. ليش؟ صعبة. صعبة يعني برأيك اللي دارس في حل ولا ما في؟ والله بحل نصة ثلاثة أربعة أكثر من هيك مستحيل، يعني وضع زلزال وقصف. طويلة الأسئلة كانت؟ إيه طويلة. مالك محلك تكتب اسمك كاملة؟ كاملة. شفت الأسئلة؟ والله الحمد لله. والله صعبة طويلة كتير طويلة، كانت ثلاث ساعات كافية كافية، بس هي الأسئلة يعني طويلة. برأيك الأسئلة كيف كانت؟ شاملة لكل شيء؟ الأسئلة شاملة لكل شيء كمسائل، يعني محتوى يعني يقضي حجمه وزيادة، فيها استنتاجي وفيها علمي؟ فيها استنتاجي وفيها علمي وفيها تعدادات، والوضع إن شاء الله تمام.
إذا تقدم ما يقارب 50,000 طالب للامتحانات ضمن أجواء امتحانية من الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي وشهادة التعليم الأساسي وأيضا الشرعي والحاسوب، بدأت اليوم في مناطق شمال غرب سوريا هذه الامتحانات. معاذ عباس، شبكة بلدي، إدلب.